هاتفيا ينضم الينا دكتور محمد صلاح منسق عام حياه كريمه باسوان. اهلا بحضرتك دكتور محمد معنا الى هذه التغطيه على شاشه اكسن نيوز. يمكن جهود كبيره جدا وحثيثه من قبل الدوله المصريه والقياده السياسيه في مقدمتها طبعا السيد الرئيس السيسي لتطوير حياه المواطن المصري في كل القطاعات وفي كل المجالات، سواء على مستوى قطاع الصحه، التعليم ومستوى الثقافي. كيف تجني الدوله المصريه ثمار هذا الجهد الكبير وما نتج عنه من طفرة في حياة المواطن المصري في هذا التوقيت؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً. بالفعل اللي بيتم على أرض مصر هي طفرة حقيقية في كافة جوانب الخدمات وكافة القطاعات والمشروعات اللي بتتم تنفيذها في كل قرى مصر. صح. احنا حاليا بيتم التنفيذ في قطاع واسع جدا من المشروعات، سواء كانت مشروعات خاصة بالبنية التحتية أو مشروعات خدمية بتستهدف تحسين جودة الحياة لأهالينا داخل قرى المحافظات بأكملها. محافظة أسوان كان ليها نصيب كبير جدا من تدخلات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حاليا مدرج معنا في المبادرة الرئاسية 5 مراكز من مراكز المحافظة. تم إدراج 3 مراكز في المرحلة الأولى، مركز إدفو ومركز كولومبو ومركز مصر النوبة، ومؤخرا تم إدراج مركزين، مركز أسوان ومركز ضراو، بعدد كبير جدا من قرى. 39 قرية أم ب 116 قرية تابع 380 نجع وكفر. كل المشروعات بتتم بالتوازي في كل القرى بحيث ان هي تحقق طفرة حقيقية تشهدها القرى لم تشهد مثيلا لها من قبل. طيب بالحديث عن يعني كل المشروعات تعمل بالتوازي وفي نفس الوقت، وان هناك متابعه دائما دوريه من قبل السيد الرئيس لتنفيذ كل هذه المشروعات القوميه التي هدفها في المقام الاول بناء الانسان المصري، كيف تقرا هذه النظره يعني القويه والثاقبه والاستباقيه من قبل الدوله المصريه لتنفيذ كل هذه المبادرات وكل هذه المشروعات في حين ان العالم اجمع يمر بعدد كبير من الازمات؟ كان في مقدمه هذه الازمات طبعا ازمه جائحه كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية. مصر استطاعت بشكل كبير أن تحافظ على معدلات نمو إيجابية والحفاظ على حياة المواطن المصري، والآن هناك نوع من الاكتفاء الذاتي سواء من يعني المواد الغذائية أو حتى لا يوجد نوع من مشاكل الغاز أو حتى مشاكل الكهرباء. كيف تقرأ هذا الجهد وهذه النظرة من قبل الدولة المصرية؟ بالفعل القراءات تشير ل دعم الدولة المصرية لكافة سبل التطوير والتنمية اللي بتتم على أرض مصر، وقدرة الدولة المصرية على إحداث تغيير حقيقي في أوجه الحياة للمواطن المصري برغم وجود تحديات كبيرة جدا جدا موجودة على الساحة الدولية. يمكن المشروعات اللي بيتم تنفيذها يعني لم تكن مشروعات خاصة بالبنية التحتية فقط، لكن مشروعات خدمية. احنا يمكن لو بنتكلم في نطاق المشروعات اللي بيتم التدخل فيها، عدد كبير من المشروعات سواء كانت البنية التحتية من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي واتصالات، بجانب مشروعات خدمية في من مشروعات خاصة بالمجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب ووحدات إسعاف، أيضا أسواق ومواقف ووحدات إطفاء، ومشروعات خاصة بالوحدات الصحية اللي بيتم تنفيذها على نطاق واسع جدا من القرى، أعداد كبيرة جدا. احنا يمكن محافظة أسوان فقط وصلت ل 1198 مشروع. صحيح. الموقف الحالي من المشروعات بتشير بالتأكيد لقدرة وقوة الدولة المصرية على اتجاهها لتطوير شامل وكامل في كافة النواحي، بحيث ان المواطن المصري القريب العاجل باذن الله هينعم بما لم يعني يتحقق مسبقا من تغيير في واقع القرى المختلفه. لو نظرنا للمشروعات اللي بيتم تنفيذها، فالتنفيذ بيتم ليس فقط في نطاق المشروعات سواء بنيه تحتيه او مشروعات خاصه بالبنيه بمشروعات خدميه، لكن هناك ايضا تدخلات مختلفه، تدخلات قائمه على عدد من المبادرات اللي بتحقق احتياجات المواطن، سواء كانت مبادرات في الجانب الغذائي، مبادرات تعليمية، مبادرات يحتاجها المواطن في بعض الأزمات زي حماية اللي تم وضعها في أزمة كورونا، زي تصالح حياة، وعدد غيره وغيره وغيره من المبادرات. فالتنمية تنمية شاملة وحقيقية بكافة النواحي اللي تستهدف المواطن في قرانا المصرية.
طيب، وانت تتحدث يا دكتور محمد عن المواطن المصري او الانسان المصري، بالتاكيد واكيد حضرتك تتفق معايا انه الدوله المصريه والسيد الرئيس تهم الدوله المصريه مصلحه المواطن المصري، وتهتم ايضا بان المواطن المصري يدرك كم الجهود التي تبذل من اجل تطوير حياه المواطن المصري في كل القطاعات. ودائما السيد الرئيس دكتور محمد يراهن على مساله وقضيه الوعي بالنسبه للمواطن المصري. هنا السؤال، كيف تقرأ نظرة المواطن المصري لكل هذه الجهود الكبيرة والحثيثة من قبل السيد الرئيس والقيادة السياسية في مصر التي تصب في مصلحة المواطن المصري في المقام الأول؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يمكن توجهاته واضحة بالتواصل مع المواطنين داخل كل قرانا، وبالتالي التواصل بيتم على الدوام من خلال جلسات حوارية مع لجان التنمية المتكاملة اللي تم تشكيلها داخل القرى المختلفة، مع أهالي القرى ككل داخل القرى المستهدفة في مشروع قومي حياة كريمة. بالأمس القريب كان لدينا عدد من الحوارات المجتمعية في عدد كبير جدا من المحافظات، ومن ضمنها محافظة أسوان تم جلسة حوار مع أهالي قرية بمبان، اللي بالفعل يمكن كانت نظرتهم كلها نظرة أمل ويعني حب لما يتم لسيادة الرئيس ولما يتم على نطاق المشروعات اللي بيتم تنفيذها. الحوارات المجتمعية مهمة جدا جدا جدا، لأنها الأساس الأول لرصد احتياجات المواطنين والاستماع للتحديات اللي بيواجهوها لتوصيلها للقيادة السياسية اللي لم تتوانى ولن تتوانى لتحقيقها بما يحقق يعني احتياجاتهم ومبتغاهم من المشروعات القائمة أو المبادرات اللي بيتم تنفيذها الأهالي. طيب دكتور محمد، الحقيقة أن هذا المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة هي قامت على عدة أسس وعلى عدة عوامل مكنتها من أن تحقق هذا النجاح وأن يسمع العالم كله بهذا النجاح، ليس فقط على مستوى المصري أو الأفريقي لكن حتى على المستوى الدولي وحتى الإقليمي. من وجهة نظر حضرتك، ما هي الآلية أو الاستراتيجية أو حتى المنظومة التي قامت عليها هذه المبادرة لكي تتمكن من تحقيق هذا النجاح الكاسح والهائل جداً؟ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحققت يمكن على عدد من المحاور. محور بناء الإنسان كان من المحاور المهمة جدا جدا اللي تم استهدافها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ولو بنتكلم على نطاق الدولي والنطاق الخاص بتنمية الإنسان، فبالتالي المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحقق التنمية المستدامة، وصلنا لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال ما تحققه من أهداف التنمية المستدامة على كافة الأصعدة. يمكن احنا مش بنشوف النظرة دي داخل مصر فقط، لكن احنا بنشوف النظرة دي من خلال النظرة الدولية، نظرة المجتمع الدولي للمشروع القومي حياة كريمة كمشروع متسرب ومشروع قادر على إحداث تغيير حقيقي في ظل الأزمات اللي موجودة في العالم أجمع. صحيح. طيب دكتور محمد، يمكن هذه المبادرة هي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وزي ما حضرتك ذكرت الآن تتماشى مع خطة الدولة هي 2030، بالتأكيد أيضا لها تمتد ليكون لها مردود اقتصادي على الدولة المصرية في المقام الأول بشكل كبير. إلى أي مدى تساعد هذه المبادرة وهذا المشروع القومي في تعزيز نسب تشغيل الشباب، توفير فرص عمل، وحتى زيادة الاستثمار الخارجي للدولة المصرية؟ المردود الاقتصادي من المشروع كبير جدا على كافة الأصعدة. يمكن المشروع بيحقق تنمية اقتصادية من خلال المحاور اللي بيتم تنفيذها. تشغيل الشباب بيتم على نطاق واسع جدا في كافة المشروعات. المشروعات بتستهدف تشغيل الشباب سواء كانت من القرى اللي بيتم تنفيذ فيها المشروعات أو تشغيل الشباب وتقليل نسبة البطالة بالعدد الكبير جدا جدا من المشروعات اللي بيتم التنفيذ فيها. المشروعات هتساهم في القريب العاجل من يمكن تنمية حقيقية داخل القرى بما تستهدفها من مشروعات، سواء كانت في البنية التحتية من طرق، بعدد كبير جدا من الطرق اللي بيتم إنشائها سواء كانت طرق داخلية أو طرق رئيسية بين المحافظات. المشروعات بتستهدف تنمية حقيقية من خلال البنية التحتية سواء كان في الكهرباء، في مياه الشرب، في الصرف الصحي.
الاستثمار يلزمه بنية تحتية حقيقية، وهو ده اللي بيتم تحقيقه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. فالتحسن الاقتصادي في واقع مصر بشكل عام أو في القرى بشكل خاص هيتحقق من خلال تنمية القرى اللي بيتم حاليا داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وده يخليني أسأل حضرتك، هذا بالنسبة للشق الاقتصادي، وأعتقد حضرتك أكيد توافقني في الكلام بأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق من غير أو من خلال حتى استقرار اجتماعي. لذلك الدولة المصرية بذلت العديد من الأموال في برامج الحماية الاجتماعية التي هي من ضمن هذه المبادرة الرئاسية ومشروع القومي حياة كريمة. ما هي أهم المشكلات أو حتى التحديات التي رصدتوها أو حتى لاحظتوها من خلال محافظة أسوان في تنفيذ هذه البرامج الحماية الاجتماعية بالنسبة للمواطن المصري؟ خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالفعل كانت هناك عدد من البرامج الحماية اللي تم تنفيذها وعدد من المبادرات. يمكن لاحظنا مؤخرا مع ارتفاع الأسعار كانت هناك عدد من التحديات اللي بتواجه المواطن المصري، ويمكن الدولة المصرية لم تتوانى بإحداث بعض التغييرات أو بعض التدخلات للمواطن من خلال عدد من المبادرات. مؤخرا تم التدخل لعدد كبير جدا من الأسر من خلال معاش استثنائي تم توجيهه للأسر الأكثر احتياجا. المعاش الاستثنائي كان ضرورة ملحة للأسر بحيث إن هي تكون قادرة على التغيرات الاقتصادية اللي حصلت نتيجة التغيرات العالمية، الأحداث العالمية اللي كان ليها أثر على كل دول العالم مش مصر فقط. صحيح. كانت هناك عدد من المبادرات اللي بتستهدف الأيتام بحيث أن يتم عمل حسابات بنكية بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي، والحسابات البنكية بيتم توفير مبالغ مالية من خلال مؤسسة حياة كريمة. كانت هناك عدد من المبادرات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لأهالينا داخل القرى المختلفة، ومؤخرا تم بالفعل تحقيق ذلك من خلال مبادرة وصل الخير 4. يمكن تحقق مسبقا وصل الخير 1 و2 و3 ورب الجميل 1 ورب الجميل 2 و3، ومؤخرا تم توزيع المواد الغذائية على كل أهالينا ومحافظة أسوان من الفئات الأكثر استحقاقا. صحيح. من أبو سمبل السياحي جنوبا للشراونة شمالا، وده من خلال المبادرات اللي بتستهدف تحقيق الأمن الغذائي لأهلنا وغيرها وغيرها من المبادرات. وأعتقد أن المواطن المصري يمكن أصبح يلمس كل هذه الجهود على أرض الواقع بشكل كبير. أنا بشكر حضرتك دكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان، شكرا جزيلا حضرتك يا فندم.